ما هو تفسير رؤيا الضرب في المنام؟ الضرب في المنام له العديد من التفسيرات والدلالات، واختلف عليه المعبرين. من رأى أنه ضرب على رأس آخر بشيء ملتو فإنه يضربه بأمر يضر به، وكذلك ما يقرع به الرأس من صوت أو قضيب أو شيء ملتو وما أشبه ذلك. قال جابر المغربي: من رأى أنه ضربه شخص ولم يدري من ضربه وما سبب ضربه فإنه ينال خيرا ومالا ويلبس الجديد، فإن خاف من رجم الضرب فإنه يأمن مما يخاف. قال الكرماني: من رأى أنه ضرب بالسياط حتى ظهر أثرها عليه وسال منه دم، فإن كان محبوسا أو مكتوفا يضربه إنسان بلسانه وينال منه ما يكره ويؤجر على ذلك، وإن لم يكن كذلك فإنه يصيب مالا وخيرا وكسوة يظهر أثر ذلك عليه. قال بعض المعبرين: إن الضرب الدعاء، فمن رأى أنه يضرب رجلا فإنه يدعو عليه. قال بعض المعبرين: ربما دلت رؤيا الضرب إذا فعله إنسان بيده أو بأمره على حكم وتصريف في بعض الأمور. قال أبو سعيد الواعظ: أما الضرب فإنه خير للمضروب على يد الضارب، إلا أن رآه ضربه بالخشبة فإنه يدل على أنه يعده خيرا فلا يفي له. من رأى أن رجلا يضربه على هامته بالمقرعة والتوت في رأسه وبقي أثرها فإنه يريد ذهاب رأسه، فإن وقعت في جفن عينيه إن وقعت في جفن عينيه فإنه يريد هتك دينه، وإن قلع أشفار جفنه فإنه يدعوه إلى بدعة، وإن ضرب جمجمته فإنه قد بلغ تعبيره نهايته ونال الضارب بغيته، وإن ضربه على شحمه أذنه وخرج منها دم فإنه يقرع ابنة المضروب. من رأى أنه ضرب بالسياط من غير ربط يديه ورجليه سواء خرج منه دم أو لم يخرج فإنه حصول مال حرام، سيما إن كان تلون جسده بالدم، فإن كان للضرب أثر على جسده فإنه ينال من كل أحد بقدر ذلك منفعة، خصوصا إن عرف ضاربه. من رأى أنه ضرب بغير صوت وبقي له أثر الضرب عليه فإنه يصيبه خير، وإن لم يبقى أثره عليه كان كلاما وفقط. من رأى أنه ضرب ميتا والميت راض بضربه دل على جودة حال الميت في الآخرة. من حلم حلم ضربه ميت. وقال إسماعيل بن الأشعث: من رأى أنه ضربه ميت يحصل له نفع في السفر أو يعود إلى يده ما ضاع منه، وإن ضرب وهو ميت إن ضرب هو الميت فإنه يدل على زيادة دينه وقضاء دينه. من رأى أنه ضربه وهو مكتوف كلم بكلام قبيح ونادمه بالقبيح. إن رأى أنه مضروب ولم يعينه فهو خير ما لم يكن مكتوفا أو مقموعا، فإن كان كذلك فإنه تذهب حيلته وبطشه ولا خير في ذلك. من رأى أن ملكا ضربه بغير الخشب فإنه يكسوه، وإن ضربه على ظهره فإنه يقضي دينه، وإن ضربه على عجيزته فإنه يزوجه، وإن ضربه بالخشب فإنه يصيبه منه ما يكرهه. وقيل أن الضرب يدل على التغير وربما دل على الوعظ.